لعيبه نازله في ارض الملعب، اللي بالمناسبه ارض الملعب كانت رائعه، والملعب امبارح كان حاجه خرافيه وحاجه يعني بسم الله ما شاء الله. واضح ان التقرير اللي احنا عملناه كمان لانه حضراتكم اتفرجتوا عليه بكثره خلال الفتره اللي فاتت، انا بشكركم طبعا، ولكن هو الملعب رائع. فلعيبه نادي الاهلي نازله نفسها مفتوحه، نازله نفسها تكسب هذه المباراه، نازله نفسها تفرح جمهورها اللي قاعد في البيت. وبالمناسبه عندما يكون الرهان على جمهور الاهلي تجد دائما فائزه. البعض قبل هذه المباراه، ويمكن انا ما اتكلمتش كتير في هذا الموضوع، ولكن البعض قبل المباراه حاول ان تكون هناك وقيعه يعني او شيء من هذا القبيل، ولكن جمهور النادي الاهلي عندما وجد الوزارات المعنيه لا تريد مش لا تريد شافت ان ما ينفعش يكون جمهور موجود، جمهور النادي الاهلي بكل الطوائف بتاعته، تمام اللي انتوا عايزينه، احنا ماشيين ورا دولتنا، ماشيين ورا قيادتنا، ماشيين ورا كل الاجراءات اللي حضراتكم عايزين تاخدوها، وده اللي حصل. طالما في الصالح العام وفي صالح البلد، جمهور النادي الاهلي اول من ينفذ هذا الموضوع. وانا الحقيقه يعني انا بشكر كل جمهور النادي الاهلي، لان ده الطبيعي، مش بشكرهم ولا حاجه، ولكن ده الطبيعي بتاع جمهور النادي الاهلي ان يظل دائما داعما للفتره او لكل القرارات اللي بيتم اتخاذها في كل المجالات. ولكن انا بقى خليني اتكلم هنا في الرياضه. امبارح حاول البعض خلال الكام يوم اللي قبل المباراه، ولكن يظل دائما الرهان على جمهور النادي الاهلي هو الفائز، لانه جمهور واعي وبيفكر وعارف ان لو اتيحت للدوله ان هي تعمل الجمهور او للوزارات المعنيه ان هي تعمل جمهور هتعمل، ولكن خوفا على من ناحيه وزاره الصحه، خوفا على الجمهور، وخوفا على حياه كل مصري متواجد، وخوفا على وجائحه كورونا واللي حضراتكم عارفينه ده كله، امتثل جمهور النادي الاهلي للتعليمات اللي واضحه جدا من وزاره الصحه في هذا الامر، ان هيبقى صعب يبقى فيه جمهور. فانا بشكر وبحيي الحقيقه جمهور النادي الاهلي اللي كان متواجد في مصر كلها من اولها لاخرها بيتفرج على هذه المباراه وبيشجع فريقه، واللاعيبه زي ما حضراتكم شفتوا وفاكرين كانوا بيعملوا ايه. الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نصل الى الدور النهائي للسنه الثانيه على التوالي في ظل امور كثيره جدا وفي ظل حاجات كثيره جدا. فانا بشكر ربنا طبعا وبشكر حضراتكم جدا جدا جدا. وعلى فكره اللعيبه مبسوطه جدا بجمهورهم، اللعيبه فرحانين جدا بجمهور النادي الاهلي، وقد ايه كميه المسانده وان انتوا واقفين في ظهرهم خلال الفترة اللي فاتت، وهم بيشكروكوا بيقولوا لكم إن شاء الله هيموتوا نفسهم ويجتهدوا خلال المباراة النهائية علشان العشرة تكون في الأهلي.